سنوات طويلة من الانقطاع. أكيد أن الرياض كان عنده صولات وجولات وتقطير نصراوية من كل الاتجاهات من كل اللاعبين بمختلف الوسائل. أمام أكثر من لاعب كرة أمامية تصل ما يقارب هدفين في كل مباراة. أوتافيو يلعب الكرة العرضية مرة إلى كريستيانو تسديدة ولكن الدفاع تدخل. يا إلهي في الأول هل تجاوزت الكرة الخط بكامل محيطها؟ سنتابع. ماجد الشمراني ماذا يقرر؟ لا شيء في هذه اللقطة. يستمر اللعب بالفعل. حيات وتصديات رونالدو قوية وكرة للإنقاذ للوصول إلى الشباك. تسديدة رونالدو لكنها في الجدار. الدفاع يصمد يبعد الكرة لقطة بعد أخرى. فرصة على أعتاب المرمى. كرة عرضية خطيرة لكن أنا أحس قال يرش كرات. يلعب بهذه الوضعية. الكرة من ساديو خطيرة لكريستيانو. عمل رونالدو صرف يسجل رونالدو الهدف الأول في هذه المباراة بعد تمرير طويل. الكرة باتجاه رونالدو كنترول أول فريقين. لمسة أمامية تصل إلى كريستيانو. الكرة الأمامية عند الكرة العرضية بالفعل خطيرة ورأسية كريستيانو. أوتافيو الكل سعدها كريستيانو رونالدو. ساديو في الانتظار. كرة عرضية أيمن يحيى خطيرة بالرأس لكنها يحاول داخل منطقة كريستيانو تمويه. عرضية جميلة بالرأس يا ولد من أوتافيو. شوفها كرة سوبر ولا كرة ستبقى أو سيتجمد بذات الرصيد. 16 نقطة حاليا أبها لديه 13 نقطة حلوة من ساديو ماني لكريستيانو لكن التغطية يحاول أمام أكثر من لاعب. تمريرة لكريستيانو يصل كرة خطيرة. يا إلهي وحصل عليها رونالدو بالكثير من الروح العالية والقتالية العالية. رونالدو لمسة أمامية باتجاه تاليسكا للدون تسديدة لكن لمسة لتاليسكا تمريرة لرونالدو داخل كرة بفرصة بتمريرة تأخر فيها حول. تسلل على كريستيانو. تشكيلة لمسة تصل إلى كريستيانو حلوة تصل ساديو رونالدو انتظار حلوة لكنها مرت بنفس الكرات العرضية بالذات. تصل كرة لمصعد كريستيانو لمسة بالونت محاولة فيها تغطية أمام كريستيانو بالسلامة إن شاء الله. تدخل كريستيانو العائد للوراء غريب بلمسة أمامية كريستيانو. يا ولد يا عودة قوية من عودة في وقت متأخر. كرة عرضية وبعدها بروعة كريستيانو رونالدو. حكم المباراة كوقت بدل ضايع في أحداث هذه المباراة كريستيانو رونالدو. تغيير اتجاه اللاعب يا غريب.